تعبت انه 4 سنين دراسه مشاقب تعبي حتى حصل على شهاده البكالوريوس، واضافه الى سنتين اخرى لحصل على شهاده الماجستير، ولكن هاي قدام عينكم صاحب ماجستير وسائكيه بنفس الوقت. شباب درسوا واجتهدوا للحصول على شهاده جامعيه، لكن احلامهم بالوظيفه والتعيين والعمل في الاختصاص الذي درسوه اصطدمت بالواقع، لذا قبلوا بمهن بعيدة عن دراستهم وتخصصاتهم هربا من شبح البطالة. بعد غياب الوظيفة الحكومية اضطررت أن أعمل العمل الخاص الكي، وهو بنفس الوقت كان عملي السابق يعني حتى قبل لا أدخل الدراسات العليا، بسبب الظروف المعيشية إضافة عائلتي الخاصة ووفاة والدي اضطريت أن أعمل بسيارتين، سيارتي وسيارة والدي، في سبيل توفير لقمة العيش لعائلتي والأهلي. صراحة أنا أشعر بالحزن أنه أحس نفسي ضيع موهبتي وضيع اختصاصي، وكما تعلم حضرتك أنه كلما زاد ترك الاختصاص نسي أو ذهب بطي كثمان، لذلك أشعر بالندم السنين اللي درسناها والتعب اللي تعبناه وما صنعت الفرصة، وبنفس الوقت أفرح لزملائي اللي هم نالوا الفرصة أن يعملوا باختصاصهم. لا زلت أحتفظ بمعلومات كثيرة ولا زلت مداوم على قراءة اختصاصي بحد ذاته، وبنفس الوقت أبحث عن عمل في سبيل ممارسة اختصاصي أنا حتى لو كان ليس بجانب دنيوي أو جانب مالي، ولكن الفرصة معدومة. المدارس الأهلية أنه أنا اختصاصي يعطيني اختصاص بعيد جدا عن اختصاصي، والجامعات الأهلية صادفة جائحة كورونا وكان العدد فيه فاض، ولازلنا منتظرين. اسمي رفل قيسي، عمري 28 سنة، خريجة هندسة سيطرة ونظم. بلشت تصميم أزياء، أول كوليكشن رسمتها كان ثالث ابتدائي، كنت الستايلست مال البيت، أي أحد عنده فتشي يهتم بالأزياء أو يريد يسألني شنو يرهم لي الألوان التفاصيل كنت كلها أنا أسوي لهم إياها. ورا التخرج ورا الجامعة قررت أبدي هذا المشروع كبزنس، لأنه هو عندي من الطفولة وأنا بقيت هاي السنوات كلها أرسم، ما وقفت ولا شهر ولا أي يوم. رسمت هواي كوليكشنز، غيرت بين التصاميم ماتي، غيرت بين الألوان، وغيرت بين النمط مال الرسم اللي أرسمه، بلشت بأوراق هسه أنا أرسم، بلشت ديجيتال أتعلم، لحد ما صار هذا الموضوع هو بزنس. اليوم أنا عندي براند بلشت 2016، فهو هذا الهدف واللي أنا دا أحاول أسعى له وأحاول أكمل عليه بهذا الشيء. اللي منعني من ممارسة اختصاصي الجامعي هو أولاً قسمي هو هندسة سيطرة ونظم، شيء أنا أصلاً ما اختاريته، يعني قدمته بس معدلي كان عالي، وسوق العمل بالنسبة للمهندسين بصورة عامة يحتاج له لازم يفوتون عندهم خبرة معينة، يعني أما ماخذين تدريبات معينة، ومو بس هيجي نوع الهندسة اللي إحنا نشتغلها، يعني مثلاً قسمي هو سيطرة ونظم، قبل كان اسمه تصنيع عسكري، إحنا بعد ما عندنا هيج نوع من الاختصاصات أو ما نحتاجها بالعراق. أغلبية المواد اللي إحنا نشتغلها كمهندسين أو مثلاً إحنا تعلمنا عليها بالجامعة هي تدجي جاهزة من برا، هي أما تكون أجهزة، فأكثر الشغل مالتنا صرنا أكثر شيء مبرمجين أكثر مما مهندسين، فما لقيت الشيء اللي أنا أصلاً دا أشتغل عليه، وما كان هذا الشيء اللي أنا أحبه فتركته ما اشتغلت به. كان متوفر مرات أكو كان شغل يشبه الاختصاص مالتي بس أكثريته بالبصرة. أنا من المدرسة من ابتدائية كنت أصير مصممة أزياء، بس كنت درجاتي كل شوية عالية،
فأهلي كان عندهم مشكلة بالموضوع يعني ما أقدر أدرس، زائد أنه إحنا تصميم الأزياء جامعة الفنون أصلاً عندنا أقسام معينة، يعني عندنا تصميم قماش ما عندنا تصميم أزياء خاصة ويا التكنيك العالمية، أو مثلاً مو في مرحلة نقدر تكون أدفانست أنه أقدر أشتغل بيها أو تقدر توصلني المكان. يعني شيء على شيء طلع لي الشيء اللي هو يناسب معدلي واللي أهلي يريدوه ولهذا رحت به، فأني ما كنت مقررة أصلاً شنو أريد أسوي، يعني طلع المعدل ما تناسب أنه أكون مهندسة خلص درست هندسة. الدولة لازم توفر، لازم توفر عمل، هذا الشيء منتهين من عنده احنا، انه لازم توفر فرص عمل، مو بس الدولة، القطاع الخاص همينه لازم يوفر فرص عمل، لانه حتى يزدهر، حتى يعرف طبيعة السكان اكثر، حتى يعرف يبيع منتجات اكثر او يشتغل حسب الاختصاص. بس بالنسبة للشاب ايش وقت تصير مسؤوليته هو من يكون واعي لدرجة هو يعرف شو يريد. احنا اغلبيتنا تعلمنا على شغلات معينه، او مثلا اهلنا قالوا لنا هذا حلو الاختصاص، هذا ما ادري شنو، مو احنا اختارينا، لان احنا ما نعرف اصلا شنو سوق العمل واحنا بعدنا طلاب، سواء كنا متوسطه اعداديه حتى طلاب جامعه. فلا اخذنا تدريب، لا عرفنا شنو اصلا قانون العمل، لا عرفنا شنو الحقوق والواجبات اللي لنا واللي علينا، ما عرفنا شنو هسه مطلوب، شنو هسه ممكن بزنس ينجح، ما كنا نعرف شنو رياده الاعمال. واني مبلشه مشروعي يعني تصميم الازياء من 2016، يعني من بعد ما تخرجت بسنه وفشلت اكثر من مره، بس هسه من اخذت هذا الكورس بديت اعرف انه شنو كان الفشل. انا شخص احب ارسم، احب اصمم، بس ما احب اشتغل اي شيء يخص الميزانيه او اسوي مشروع كامل بهاي التفاصيل، اعتبرها ممله واعتبرها مو شغلي. من اخذت كورس كامل شلون ادير مشروع، شلون اتعلم اسوي الميزانيه مال المشروع، ايش وقت لازم اوصل احقق مبيعات، شنو ماركتينج، شنو ماركت ريسيرش، هنا أنا يلا بديت، لا بديت باوع الموضوع بطريقة تختلف، فهنا صارت مسؤوليتي. أكيد واجهت عقبات اجتماعية من أهلي، من أصدقائي، من كل الناس اللي يعرفوني، أو حتى بمجال الشغلي اللي هو مجال منظمات، لأنه فكرة البنات يشتغلون بالفنون هواي ناس يعني يعتبروها فتشي تافه بصراحة، ما يعتقدون انه ممكن احد يكون كواليفايد انه هو يشتغل، او ممكن يكون عنده ذكي وعنده دماغ ويقدر يسوي اشياء زينه بنفس الوقت يشتغل بمجال يخص الفن، سواء كان رسم، تصميم ازياء. الناس تقلل من شان الاشياء الحرفيه وما تفكر انه هل فعلا هذا الشيء مهم بسوق العمل، هل هو هذا فعلا بزنس ناجح، او الناس مهتمه به. أمور الوظيفة تختلف كل شيء هواية، البرسبكتيف أنا بالنسبة لي الوظيفة مالتي كل شيء يختلف عن إنه الهواية. هذا المشروع أنا بلشته كهواية، ولو ما كان ناجح كان اليوم ما وصل اللي هو وصل له، وما صار يطلع فتشي أرباح أو يلهم هواية بنات يكونون هواية بنات يفوتون يكتبوا لي إنهم مهتمين حابين هذا الشيء، وجزء من عنده هو جزء نفسي ومجتمعي. أنا بالنسبة لي اليوم بوظيفتي ما أقدر أفيد نفس الكمية من البنات أو الناس، لأن أنا كلش مهتمة بالتنمية الاقتصادية للمرأة. أنا اليوم عندي نساء يشتغلون وياي، وبنفس الوقت هم خياطات وقدرون يعيلون عوائلهم بسبب هذا البزنس اللي هواي ناس يعتبره فتشي تافه، بالنسبة لي أبد مو تافه. تخرج في العام الماضي نحو 180 ألف طالب وطالبة من الجامعات العراقية الحكومية والأهلية، وبمستويات دراسية متنوعة وتخصصات عديدة بحسب وزارة التخطيط، ولم تتمكن الحكومة من توفير وظائف لهم، مما ألقى بأفواج الخريجين في أتون البطالة أو العمل في غير مجال التخصص في الغالب. أنا ياسر حسن جاول، مواليد بغداد 1988، 24/6، بالمناسبة الأبراج برج السرطان. يعني تخرجت سنة 2011-2012 من جامعة بغداد كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون. سابقا وحاليا ويمكن إلى الأبد أنا هاي شغلتي اللي ثابت عليها، يعني كنت طالب مال إعدادية أنا هاي ثابت عليها، إنه أشتغل خباز فرن مال الصمون اللي معروف هو الصمون العراقي. فمستمر بهاي الشغلة يعني من 98 تقريبا، بالعشرين سنة صار له 21 سنة على هاي الشغلة. هو كلمة معروفة بديومي، احنا
نظام الفرن اللي نشتغل به شفتات، كل نظام فرن بالعراق نبدي شفتات، شفت صباحي وشفت مسائي. انا بالنسبه لي انا اشتغل يومين الصبح وثلاث ايام اشتغل العصر، عندي يومين استراحه. اليومين اللي اشتغل بين الصبح اقعد الساعه 5 5 ونص الصبح، هالمعروف هاي، اجي قبل على الشاي وراها يبدا شغلنا. الولد موجودين هنا مكملين العجين جاهز نلقاه، فانا ابدا اخبز هاي يعني من الصبح، يعني من الستة انا بديت اخبز لحد ما يعني شوف القطعات اللي عندنا اللي تصير، بس يعني هو شغلي يبدا من الستة الصبح حد الوحدة الظهر ينتهي شغلي. اما يوم اللي شفتي مساء يصير بي، انا الساعة 1 12 ونص هنا انا اكون حد الساعة 8 ونص بالليل، هم كالعادة هم الشاي لازم موجود، حتى اذا ماكو ريوق او غدا فالشاي موجود. قبل لا اتخرج من الجامعة كنت اتوقع انه اذا اتخرج من الجامعة على اختصاصي فراح اشتغل باختصاصي، وكان طموحي ان اكون اعلامي واعلامي ناجح لكن للاسف انه من تتخرج ترجع لمكانك نفسه، اذا لقيت مكانك يعني ثابت يعني بعد معاناة طويلة. الحياة بالعراق صارت صعبة كلش، يعني الشاب بالعراق من يتخرج لازم يلقى له شغله قبل الوظيفه، لان مستحيل تحصل على وظيفه بالعراق وخاصه باختصاصك، لان الرجل المناسب ليس بالمكان المناسب. اقران واصدقاء اللي اتواصل وياهم بعد من الحد الان، القسم من عندهم عمل مؤسسات اعلاميه، والقسم الاخر يعني تعين بالجيش او الشرطه، والاغلبيه الموجودين حاليا تلقاهم مقهى البغداد قاعدين لان ما عندهم وظيفه للاسف. فاما عماله او مشغل مال مولد ومن هاي الامور يعني، من امشي بالشارع و هلا استاذ هذا ياسر اعلامي، واللي بصفه يقول يا معود هذا عامل ما صمون وين اعلامي وين اسمه، هاي شويه يعني تعب نفسيتك. غياب استراتيجية تعليمية توائم بين مخرجات الجامعات والمعاهد وحاجة سوق العمل، فضلاً عن تفشي البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي، دفع بآلاف الخريجين الشباب للبحث عن فرص عمل في مجالات مختلفة ومهن متواضعة وأخرى شقة لتوفير لقمة العيش. فيما يتعلق بنسب البطالة بين الشباب اللي هم يعني أعمارهم من 18 إلى 45 حقيقة ترتفع أيضا بشكل واضح، يعني تتجاوز 21% نسبة البطالة بين هذه الشريحة الشبابية. للأسف إحنا ما عندنا وزارة تخطيط بالعراق، يعني بس الاسم، يعني شو نقول اسم بس على الورق. بصورة عامة نجاح كل دولة ونجاح سياستها يعتمد على وزارة التخطيط، لكن مع الأسف حكومتنا الحالية غياب تام من وزارة التخطيط، وإضافة لخريجي لكل سنة أن الجامعات العراقية تخرج عدد كبير من الخريجين ولكن ما عدم توفر فرص عمل. اليوم في ظل التضخم في الجسد الحكومي، الجسد الوظيفي الحكومي، ما عاد بالإمكان أنه تتوفر فرص وظيفية أو درجات وظيفية في مؤسسات الدولة ممكن أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الخريج. إحنا سنوياً نتحدث عن يعني 19-20 عام دراسة تخرج تقريباً 167,000. بعد أن تعرفنا على أهم المشكلات المتعلقة بمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، نعود إلى قصص الشباب لنتعرف على آرائهم وطموحاتهم والحديث عن مستقبلهم. مرحبا شباب. مرحبا. أفل هندسة. أوكي. ياسر إعلام. بكرار السلام. وكرار ماستر آداب. شلونكم؟ شو أخباركم؟
الله يسلمكم. بداية الرفل أريد أعرف بماذا تشعرين وأنت اليوم خريجة هندسة وتعملين في مجال بعيد عن الاختصاص؟ المجال اللي أنا اختاريته حابته، فلهذا أنا أقدر أقول سعيدة حالياً، لأنه اشتغلت منظمات مجتمع مدني محلية ودولية، وبنفس الوقت دا أدرس شغلة ثانية أنا اختاريتها وأنا أحبها، وبنفس الوقت فتحت البزنس مالتي الخاص اللي هو اللي فتشي هو بدا هوايه مجد صغيره ولحد الان هسه هو صار بزنس. يعني شنو الشعور هسه في حاليا تمارسين هذه المهنه؟ انا سعيده. سعيده جدا. ياسر شعورك شنو انت تمارس مهنه الخباز بالفرن او بالمخبز وانت خريج اعلام؟ هي المشكله وين؟ المشكله انه انت بعيد عن اختصاصك، فللاسف انه اكو شغله تحبها وما تشتغل بها، هاي المشكله. شنو شعورك؟ تعيس كلش، يعني السمايل هذا تعيس. اوكي كرار، اي اعرف شنو شعورك وانت حاليا يعني تشتغل سايق كيه وانت ماجستير كليه الاداب؟ شعور رئيس انه عدم رضا، بعيد كل البعد عن الاختصاص، لكن عمل موفر لقمه العيش لي ولعائلتي، يعني مبدئيا لا بس بي، لكن عدم رضا ابتعاد عن الاختصاص. ياسر موضوع الإصرار بعده موجود بالبحث على وظيفه او عمل يناسب الشهاده او الاختصاص بعد لحد هاي اللحظه؟ لحد هذه اللحظه أي. اوكي وان شاء الله نلقى. ان شاء الله تلقى ان شاء الله. بس انت مصر على هذا القرار؟ مصر واصرار كلش قوي. بلكي نحصل. ايش صار لك مبتعد عن هذا التخصص؟ تقريبا صار لي 10 سنوات. ولحد الان بعدك انت مصمم في هذا المجال؟ حتى ذا بعد من العمر 10 سنوات. اها اوكي. كرر نفس السؤال اوجهه لك، هم بعدك مستمر بالبحث عن وظيفه تناسب الشهاده والاختصاص؟ نعم نعم، لا زلت مستمر واتمنى يعني امارس اختصاصي بوظيفه إنه اختصاصي بحت، يعني مو بعيد عن كل البعد، ولمن يعني لمن مستمر إن شاء الله. أوكي. اليوم رفل تعتقدين إنه الخريجين لازم يعيدون حساباتهم بالأماكن اللي لازم يدخلوها، أو من يتخرج من جامعة معينة لازم تكون أكو حسابات معينة؟ مو الخريجين، أنا أشوف الطلاب السادس. طلاب السادس. طلاب السادس لازم مو هم يبدون بصراحة، لأنه هم مثلاً ما عندهم اكسس على المعلومات هذه، فلازم تكون اكو دورات مثلا مخصصه للطلاب السادس قبل ما يبدون يتخصصون بالجامعات، شنو اللي مطلوب من سوق العمل، شنو الشغلات اللي هم يحبوها يبدون يفكرون بيها، لازم يكون اكو توعيه ويا اهاليتهم، لان اليوم هواي اهالي تمنع الطلاب واختصاصهم يعتمد على درجاتهم، فالمفروض انه يبدون يشوفون اذا واحد مبدع بمجال معين حتى لو كان حرفه مو مهم، اذا احنا اليوم عندنا اهم شيء عندنا بكالوريوس لازم الكل يدخل، اكو ناس هسه تبدع بمجالات ما لها علاقه بالدراسه، فهذا الموضوع انا برايي يحتاج توعيه. ياسر تعتقد انه نفس هذا الموضوع بالامكان اذا انطرحه انه اليوم شلون بالامكان انه نشوف اكو ناس مو بالشهاده المعينه، يعني مثلا يجوز خريج اعلام او خريج كليات مختلفه بس ما يروح للمجال اللي هو متخصص فيه، يجوز يبدأ بغير مجال مثل ما قالت رفل. وهي اكو شيء انت اذا تحب شيء تبدأ به. انا هسه مثلا خريج اعلام، بس مثلا هسه انا خريج اعلام وانا اشتغل بالصمون. انا اثنيناتنا احبهن. بس ما حصلت الفرصة بالاعلام، انا حصلت الفرصة بالصمون، بقيت بالصمون. يعني فرصة الشهادة ما حصلت. ما حصلتها فبقيت اللي اشتغل بها انا، والمهنة اللي اشتغل بها واطورها وطورتها وفتحت هواي شغلات يعني. ان شاء الله. طيب كرار، يعني في ظل الحديث عن هذا الموضوع، تخصصك يحتاج الى الاهتمام، لانه بصراحه المعلومات القيمه باحل من كنا نسولف او من تعرفنا عليك حسينا انه اكو معلومات مهمه بحاجه الى التعريف للحضاره والتاريخ وكل هذه المواضيع، بالامكان ان يعني تروح لغير عمل؟ والله اذا توجهت لغير عمل انه ما راح يعني اقدر اوضح الحضاره او المعلومات التاريخيه الموجوده ببلدنا، يعني مستحيل انا حاليا سايق كيه وسولف للراكب عن حضارة العراق، يعني راح يسولف أنا بوادي وعمل بوادي، لذلك على كل الطلاب يعني يراجعون حساباتهم بتقديم للجامعات، وخاصة مثل ما تفضلت زميلتنا إنه مرحلة السادس هي مرحلة جوهرية، لكن بعض الطلاب معدلاتهم تعتمد، إضافة إذا ما طلع الجامعة اللي يريدها لازم يدخل أهلية وأقساطها كلش ضخمة، وهم مشكلة يعني. فالآن إذا أرجع إلى موضوع يمكن مهمة تطرأ أو طرأت على أجيال كثيرة، أنه العائلة تحدد الإبن بالذهاب إلى الكلية الفلانية والمعدل أيضا يحكم بهذا الموضوع، هنا شلون بالإمكان أن يصير نسبة وتناسب؟ هي تعتمد على إرادتك وأنت شنو تشوف لأهلك، يعني أنا بالنسبة لي أهلي كانوا رافضين فكرة التصميم، تصميم الأزياء بالنسبة لهم هذا فشي مو واحد يدرسه ولا واحد يشتغل به ولا أي شيء، يعني كانوا من المعارضين. هسه أهلي كلهم
هم من اكبر الناس المساندين لي واللي هم يدعموني ودا يساعدوني بالشغل اصلا. جميل. لانه شافوا اني ما ماخذ الموضوع بالبدايه كان بس هوايه، بس من كنت صرت جديه وشافوا هذا الجانب من عندي، يعني انا اضطريت انه اثبته لهم، بداوا ياخذوني هم همين جديه. انا برايي لازم الشخص هو يشوف انه هو ايش قد جدي بالموضوع. ياسر، شلون هذا الموضوع انه يعني تحس انه اوكي للمعيشه او للدخل اليومي شغلك بالصمون او فرن الصمون، اريد اعرف انه انت من يعني البدايات انت موجود قبل دخولك لكليه الاعلام ولا بهذه الفتره؟ انا تقريبا يعني من فتره طويله بالصمون، يعني صف سادس ابتدائي، يعني 98 صار لي 21 سنه بالصمون. ها أي. يعني قبل دخولك حتى للجامعه؟ قبل دخول المتوسط اصلا. نعم. فأنا بهذا العمل يعني وأشتغل بهذا العمل، فمن حصلت على الشهادة مال السادس وقدمت على كلية الإعلام، يعني الحج الحمد لله والشكر فري، ما 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 عارض لأي، قال هذا مستقبلك بعد، بس عارضني بشغلة واحدة إنه قدمت على كلية الضباط بالبداية، هنا عارضني قال لي هذا جيش عسكر وأنت ما تصلح بهذا الشغل، يعني ما حب هذا الموضوع. أي ما حب هذا الموضوع. نعم. بس بهاي عارضني، أما البقية لا. فاستمريت والحمد لله والشكر، بس يعني اكو ملامه انه انت خريج كليه اعلام وبعدك تشتغل بالصمون. ملامه من منو؟ هو من الحج نفسه، انت اللي اختاريتها وانت ردت هاي الكليه وما حصلت منها كل شيء انه بعدك بالصمون. هسه انت يعني مستقر؟ مستقر بشغلك بالفرن؟ مستقر بشغله بالفرن وخلصت من انه انت خريج كليه اعلام، بس مرات بالمنطقه يعني تلاقي اثنين، واحد يعرفك على الفيس انه انت اعلامي على مواقع التواصل، واحد يعرفك التعامل صمون. شلون تتعامل ويا هاي الشخصيتين؟ كل من حسب نظرتي الي عامله، مثلا اذا لقيت اثنين واحد يقول لي يابا هذا اعلامي، يقول لي هذا عامل ما صمون غير خباز بفلان فرن، يابا اوكي انا خباز بفلان فرن، ارجع البيت مرات افكر بيها اقول، ومرات اقول لا هذا هاي قسمتي بعده، الحمد لله والشكر انه انا رضيت بهذا الشيء القليل والحمد لله. إذن يعني هذه الأمور السلبية اللي موجودة بالمجتمع، كرار أنا أعرف يعني الفكرة من تواجدك، ومثل ما سمعت ياسر يعني أكو شخصيتين يحاول أن يعيشها مع المجتمع، أنت عملك كان قبل أخذك لشهادة الماستر؟ قبل البكالوريوس. قبل البكالوريوس أصلا؟ نعم. سنحنا الفرصة أنه أكمل دراستي أثناء العمل. ها. يعني أدرس وأشتغل بنفس الوقت. و... شون وفقت؟ وفقت أنه أنا يعني جت عام أقرب للزحام، استغلها فرصة وعبرت، بس مثل ما تفضل زميلي هاي الشخصيتين يعني متناقضتين، يعني عايشك بالقراءة شكل وبالمجتمع الأكاديمي شكل، الأكاديمي ما بيكون مشكلة، لكن مجتمعنا الخاص يعني يأتي شخص يعني ما يملك من الثقافة ذرة ويبدي يسخر من شهادتك ويسخر من وضعيتك، أنا بالنسبة لي عامل على قد عقله، يعني هذا شيء يريد وين يريد يوصل، هاي إمكانيته بس، لكن يعني ياخذ الغيظ بالصدر انه مو هذا المكان كنت اطمح بينا، العمل صح وسيله كملت بيها دراستي بس مو مال اكمل حياتي بهالمكان، واذا ما جت الفرصه انه انا باقي مستمر بيه لانه موفر لي مثل ما قلنا لقمه العيش، لكن المجتمع قاسي. اذا انتقل لياسر، ما هي الخطوه المستقبليه تفكر بها؟ الخطوه المستقبليه اللي افكر بها هي يعني قلت لك احصل على المكان اللي اريده اني اللي اشتغل مجال تخصصك بالضبط. اوكي. اللي اريده وانا نساعد بيه انا وبعد عندي صديق مساعين بيه من زمان يعني. أوكي. وان شاء الله نحصله ونوصل له. اوكي. عن اي طريق. المهم في الوسط الاعلامي على اعتبار انه قريبا من تخصصك. بالضبط. اكرر شنو الخطه المستقبليه؟ الخطه المستقبليه ان شاء الله ابحث عن عمل بالجامعات الاهليه. لعدم توفر عن عمل بالجامعات الحكوميه. نعم. بسبب ممارسه مهنتي الخاصه انا افضل التدريس على غير مهنه بعيده عن الاختصاص. نعم. وان شاء الله انا جاي اسعى بالموضوع، كملت عده دورات ان شاء الله خير. ان شاء الله. رفل، ما هي الخطه المستقبليه؟ يعني اكمل بكل الشغلات اللي عندي اياها، لازم اكمل دراستي لان دا ادرس حاليا قانون، اكمل يعني كملت الخطه مال البزنس، فحاليا دا ادور على مستثمرين حتى ابدي المشروع، بديت دا اطوره واكبره وتعلمت شغلات، اخذت كم كورس فادتني كلش هوايه، وخلاص كل شيء. وتكملين قانون وتدافعين عن حقوق المرأة. أكمل. أوكي. أشكركم كل شوية وسعيد بالجلوس بهذه الندوة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.